من أقوال تود هنري، اقتباسات من كتاب متفارغة. كل إنجاز هائل يبدأ بفكرة تجول في الخاطر، إنها معرفة قابعة في أعماقك بصورة تفوق الوصف، بأن شيئا عظيما يمكن أن يحدث، ويمكن أن يظهر للوجود، ويمكن أن يغير من الأمر الواقع. الأشخاص الذين ينجحون على المدى الطويل يرفضون السماح للظروف بتحديد كيفية إسهامهم، فهم يستمرون في النمو وتطوير مهارات جديدة، ويسعون إلى اقتناص الفرص غير المتوقعة لاستغلال مهاراتهم في صنع قيمة ما. النجاح هو أن تفرغ نفسك من أفضل أعمالك كل يوم بناء على قدرتك على تحديد المعارك الصحيحة، وإذا أديت مهام صغيرة حاسمة فسوف تساعدك على التقدم نحو أهدافك الحقيقية، بدلا من الأهداف التي يتوقع منك الآخرون أن تكافح من أجلها. يتطلب العمل العظيم المعاناة من أجل شيء يتخطى ذاتك، إنه ينتج حين تشكل حياتك حول مهمة وتتفانى في شيء تعتبره جديرا بأفضل جهودك. لا يوجد جيش في العالم يدخل معركة دون دراسة جبهة القتال، وإلا سيكون الأمر مثل عملية انتحار جماعي، ومع ذلك يفعل الكثير منا هذا الأمر يوميا في عمله. إن جميع المآثر العظيمة والإنجازات الرائعة بغض النظر عن طبيعتها بدأت بسؤال لماذا؟ كيف؟ ماذا لو؟ والإجابة عن هذا السؤال أدت إلى سؤال آخر يستدعي في حد ذاته سؤالا ثالثا، وهكذا دواليك. التكنولوجيا توسع مداركنا وتجعلنا على ألفة أكثر بما يحدث في العالم، لكن هذه الألفة الكبيرة لها آثار سلبية. فربما نعتقد مثلا أننا نفهم شيئا ما، لكن عمق معرفتنا يظل ضحلا. إننا لا نملك حتى الوقت الكافي لنتوقف ونتأمل فيما نراه ونعاينه لنضعه في المخطط الأكبر لحياتنا. خصص بانتظام وقتا جانبيا لتغمر نفسك بالكتب والأفلام والمجلات والموارد الأخرى التي تضرم فيك شعلة الفضول، واحتفظ بقائمة الموارد التي تحفز اهتمامك، واجعل هذا الوقت اليومي محصورا للتفاعل معها. النمو ما هو إلا أفعال يومية موزونة ومنضبطة، فهو يتعلق بتنمية مهارة لها غرض ما، والسعي وراء فرص جديدة تمضي بك لتخطو خارج منطقة راحتك، حتى وإن كانت تعني المغامرة بجرأة نحو المجهول. يأتي النصر في جميع الحروب من الفوز في معركة تلو الأخرى، وكل من عاشوا حياة إسهام بنيت إسهاماتهم قرارا تلو الآخر، وفي الوقت الذي تستحوذ فيه على الأرض يصبح مغريا لك أن تحافظ وتحمي الأراضي التي غزوتها، بدلا من الاستمرار في الضغط تجاه المجهول. تعلمت أن أتعامل مع قول نعم على أنه انتصار. أقول نعم ببساطة للخطوة التالية والمهمة التالية والمحادثة التالية، وإن فعلت هذا في مرات متتالية متتابعة سأستمر في تمديد نفسي خارج منطقة راحتي، وفي النهاية سأصنع شيئا جديرا بالذكر.
لا يحدث النمو مصادفة، وإنما هو نتيجة جهد متعمد وتقدم متماسك، وعليك تحديد الكيفية التي تريد أن تنمو بها، ثم ضع خطة لمساعدتك في الوصول إلى النمو. السعي وراء الأهداف مكلف، ولا يمكنك فعل كل شيء في وقت واحد، وبناء عليه من المهم أن تكون انتقائيا في الأهداف التي تسعى وراءها، وأن تحدد كيفية ذلك. ادرس حياتك لتبحث عن فرص للنمو. حدد القليل من المهارات التي عليك تطويرها والتي تزيد من قيمتك في عملك. من المستحيل أن تستحوذ على أرض لم تحدد معالمها. عليك أن تعرف بدقة ما الذي تحاول إنجازه، وهذا لا يعني أن تعرف تحديدا كيف ستفعل هذا الأمر، لكن يجب أن تمتلك حسا واضحا وملموسا لما تحاول أن تفعله. حدد ما أنت مستعد لتتخلى عنه من أجل تحقيق هدفك. يمكنك أن تحدد ما الذي تستعد للتضحية به، ومقدار الوقت الذي ستخصصه للمهمة، وما هي الأنشطة والمشروعات الأخرى التي تنوي التخلي عنها. لا يعني الفشل دوما الهزيمة، لكنه يعني شعورك بالافتقار إلى تحقيق هدفك. إن الأشخاص المرنين والمستعدين للرجوع خطوة إلى الوراء كي يحققوا أداء أفضل في يوم آخر، يدركون أن الفشل يوفر فرصة لنفهم أنفسنا أكثر ونعيد تقييم استراتيجيتنا. حينما تلقي نظرة على ما مضى من حياتك، فإن اللحظات التي ستفخر بها على الأرجح ستكون تلك التي خرجت فيها من منطقة راحتك سعيا وراء ما تؤمن به. الرغبة في أن يراك الآخرون عظيما يمكن أن تكون قوة تتسبب في الإحساس بالشلل. إنها شيء لا يمكن التحكم فيه. عليك أن تقيس عملك من خلال التقدم الذي تحرزه يوميا في الأمور التي تهمك، واترك هوس إطلاق الأحكام للآخرين.